يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تسلط الشيطان على الرجل في صلاته فهل ينفث عن شماله ثلاثا ويستعيذ؟ نعم، هذا ورد في الحديث الصحيح أنه ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ من الشيطان، لكن هذا في غير المسجد. إذا كان في مسجد فلا ينفث في المسجد، ينفث في طرف ثوبه أو في منديل ويستعيذ. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.